ويقول لي البوصير الله يذكره بخير، قال لي تسول على الصاب الله يحرق عزي. وصلنا للكونغو، هبطنا من الطياره، كيبان لي دايرين واحد البيفيه والشامبان رقراق وتصفاق وداك الشيء. المباراه اللي كانت فيها الضحك هي مع باسكو دي كار. بعد خصك دير معاك ماكلتك من هنا. مشكلة تما كلينا البرغوت وكلينا ما كاينش والو. تما كتلقى فريمين. لا واحد النهار باقي نعقل مشينا لعبنا لاعبين في نيجيريا مع الرجاء ووصلنا. لا كنا لاعبين في الكونغو مع الرجاء. وصلنا للكونغو هبطنا من الطيارة كيبان لي دايرين واحد البيفيه والشامبان رقراق وتصفاق وداك الشيء. كنسولو اش واقع، واش كيحتفلوا بينا ولا شنو؟ جينا نشوفوا لقينا البيلوت اول فول ديالو داروه معنا حنايا. يلاه وات وماشي لوغيس كان كيحتفلوا بيه، عطاو اول فول. اول فول معاكم مع الراس، تعلم فيكم تعلم. ويلي ويلي كيبان لي الشامبان خدام. كاش هاد الشيء هذا؟ واش واقع؟ محتفلين بيه اول فول معنا حنايا في الكونغو وصيفطونا للكونغو. الله الله الحمد لله رضات الوالدين، وصلنا بخير. وصلتوا بخير مره اخرى. عاوتاني لاعبين في نيجيريا، وصلنا لليغوس هبطنا شدينا طياره نيجيريا باش نمشيو لمدينه اخرى في نيجيريا. حتى الباب ديال الطياره ما بغاش يتسد. كيبان لك هذاك الشيء اللي خدامين في الطياره كيدفعوا في الباب بحال غيصدوا شي باب ديال ما عرفت شنو ديال كيدفعوا بقاو كيدفعوا حتى تسد وطرنا ومشينا وكنشوفوا هنا. ايوا فاش بغيتوا تنزل تحل ما عرفتش كي داروا لي طلبوه واقيلا طلبوه. اننا كنا تنسمعوا القرطاس في الطياره خويا خويا عادي والله العادي نيجيريا القرطاس والشتا تتصب عليك في الشومبر والمال مال ما داير الشومبر ولينا خارجين على الكولوار ناعسين والله العظيم. تمارا الناس كيسحبوها سهله سهله تيسحبوها سهله في نيجيريا. قلت لك القرطاس يدار صافي تنقولوا هما غادي يدخلوا عند جاو العسكر ستافيت جات هودو وقفوا حدا حدا لوطيل ما سمعونا حنا تماك جاو وقفوا لي تمو جايين. هذاك الصباح ما نعسناش اخويا عادي ولا عندنا الماتش ما بقيناش نفكروا في الماتش نقولوا والله ما خسروا ورجعوا بحالات. وياه داس علينا الدراري حتى هما مساكن كانوا متعاونين وضحاوا بنفسهم ما نكذبش عليك. ودرجة ان مشينا للكوت ديفوار زعما من احسن زعما في كاينين في لافريك كوت ديفوار حتى هي كانت زوينه. دانا اوسكار واحد لوطيل حدا البحر. دابا هذاك لوطيل فيه شاليات ماشي لي شومبر لوطيل فيها لي شال. مالي الله وصلنا مع ديك الست العشيه ديالهم العشيه بدا يظلام الحال الدراري ما عجبهمش لوطيل. خرجنا كنا انا ومسودا كنا الدراري اللي كبار مشينا عند اوسكار وصار كعا قالك علاش ما عجبكمش اشنو انتم باقي ما كليتوا باقي ما شتوا باقي ما شتوا والو وتتهضروا على لوطيل ما عليناش. ويجي ارمو من تيجري ما كنا حنايا مجموعين تنهضروا مع المدرب وقلنا والصابون ما كاينش في الصومبر. ويقول لي البوصير الله يذكره بخير قال لي تسول على الصابون الله يحرق عزي يا الدراوي الصقاع تتقلب على الصابون الناس تقلب على الماكله واللي صومبر مزيان حتى الصابون ما كاين. قال لي اش بغيتي الصابون؟ ها هو المباراه اللي كانت فيها الضحك هي مع باسكو دي كار ومع روماريو. انا روماريو صراحه كان فيها الضحك ياك ما بقيناش دي زاكتور ولا دي سيبورتير في التيران كنتفرجوا باسكو دي كار. وليت كنتفرج انا لان السيد لا تبديتي كترجع تسائل علاش هذا السيد كيربح الفلوس بزاف علاش علاش اليمينك بغيتي ولا كراتي لدرجه جا لواحد الكره ورا واحد المراوغه يعني إلي سهله سامبل وطاح فيها جريده وانا بديت كنضحك تقلق فيها جريده جريده الاول خطر كنشوفو كيسب داك الشيء ولكن انا طغى عليا الضحك لان هذاك اللعاب لان هذاك اللعاب دار اشياء صراحه كتشوف من الاشياء ديال كنتذكر مباراه في تنزانيا يعني الجمهور كيضربني بالبيض والحراره يعني الماتش خلا فوق منك يعني المباراه كلها ورايا وين كنتذكر مباراه ديال مازامبي قبل ما يجيو يلعبوا مع مازامبي كان واحد الديربي تما في لومونباشي ماتت فيه ماتوا فيه الناس ماتوا فيه الناس ديربي تما في لومونباشي والرجاء المباراه قبل في اطار المجموعات غنلعبوا تمايا يعني هما جابوا العسكر من انغولا قريبا لهم باش يرونفورسي الملعب كله معطر بالعسكر الا واحد العسكري ورا الشباك ديالي مشى واقف عليك ودير البندقيه واخد تعليمات دير البوطات كله واقف عليك. دابا انا وليت التركيز ديالي مشى كندور مره مره نشوف فيه كي تشوف فيه
كنقول عندك انسى يجيبني الارض. مباراه نهزنا بها بجوج لصفر، عذبونا فريق عذبونا. انا صراحه ملي كيطلقوا واحد النشيد كتنعس به. كيعرف رسال زكريا عارف كيقول لي اش كيغنيو كنعسو كيضربوها كيبان لي غالي كيتجارى كيتعانقوا.